تكنوز. في تكنوز لليوم مش نحكي على شركة سامسونج اللي كشفت عن ذاكرة الهواتف الذكية بسعة 6 جيجا بايت ضمن فعاليات منتداها لحلول الهواتف بمدينة شنزن الصينية. تعمل الذاكرة العشوائية بتقنية عالية الجودة تساهم في تحسين عمر البطارية وتوفر الطاقة، ومن المتوقع أنه تقوم سامسونج باستخدام هذه الشريحة في هاتفها القادم جالاكسي نوت 6، واللي يتوقع أنه يتم الكشف عليه في شهر أوت من العام الحالي. أشارت التكهنات إلى أنه الهاتف بيش يكون الأول من الشركة اللي قدم 6 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، ويقدم باتري بسعة 4000 ميلي أمبير. كما تحدثت التسريبات عن وجود نسخة بذاكرة داخلية بحجم 256 جيجا بايت مع بور يو اس بي وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل. هذا معنا في تكنوز اليوم، متابعة طيبة. تكنوز.